اختفت من مدينة معرة النعمان. كان عمري 7 سنين عند المات جدي وعمي وجوز خالتي وابن عمي. جدي كتير مشوهين له وجهه ومعذبينهم كتير، وجوز خالتي خانقين ومجكجكين وسكاكين، وعمي هيك كمان مثله، وابن عمي يعني هيك كتير متعذبين. اجوا اخذوهم على المشفى دون ينقلوهم على غير مشفى، وقعشوهم الجيش كتير عذبوهم. هلا عمري 10 سنين عن تلمات البابا، كان هو والماما عم يشربوا قهوة، هو والماما كانوا عم يشربوا قهوة. طب أول صاروخ راح لينقذ العالم، راح لينقذ العالم. قام طب صاروخ فوقه كتير يعني هيك بدهم راحوا ليقبروه. لما رحنا لنشوف أمرونا هذا، فقالوا لنا هذا البابا، بس هو ما فكرنا هذا البابا، عم حاطينه بكيس. احنا ما فكرنا هذا البابا انه هذا هو. اخواتي تركوا المدرسة، اخوي ترك المدرسة واختي تركت المدرسة عشان يشتغلوا ويقدموا لنا. حالات البي اس اس اللي تابعها فريق مرام، نحن هون باحدى المعاهد بمعرة النعمان. كانت الطفلة مرام عندها حالة نفسية صعبة كتير بعد الحالة اللي تعرضت لها بعد وفاة والدها. كانت تخاف من اللحمة كتير بعد ما شافت اشلاء والدها. حاولنا وضعنا خطة للطفلة ريهام وحاولنا نطالعها من الحالة اللي هي فيها. أنا اشتقت له كتير للبابا، ردت أنا موت وما هو.